السلام عليكم. واجه المنتخب الوطني الجزائري أمس الأربعاء منتخب غانا وديا في إطار التحضيرات لمنافسات كأس أمم إفريقيا والمزمع إجراءها بالكاميرون بعد 3 أيام، وفاز المنتخب الوطني الجزائري بسهولة كبيرة على هذا المنتخب الأفريقي القوي بثلاثية نظيفة. وكالعادة تألق الحارس الدولي الجزائري رئيس وهاب بودحي في هذه المباراة، ورغم تقدمه في السن أنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة. وظهر الرئيس وهاب بودحي في إحدى اللقطات وهو غاضب بعد أن كاد أن يتلقى هدف محقق بعد خطأ من دفاع المنتخب الوطني، وظهر وهو ينظر بغضب إلى يوسف البليلي والذي لم يسعفه الحظ هذه المرة وضيع والآخر هدف رائع. وسينطلق المنتخب الوطني الجزائري غدا الجمعة وبعد غد السبت إلى الكاميرون من أجل المشاركة في هذه المنافسة القارية والمحافظة على اللقب والعودة بهذه الكأس الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.